الشعبيه مع بعضهم كده وقالوا للناس اعملوا اضراب عشان الاضراب ده هو اللي هيحل لكم مشكلتكم مع المسؤولين. ده النهارده. النهارده كان عامل اضراب الصبح امس. فوجئنا الساعه 6 ان بعض العماله عندي بتكلمني وتقول لي المواقف السلام وعبود والزقازيق البلد والبحر مضربين عن العمل. لا لكن بالامس اللي هو الخاص بالسكرتير العام يعني حضرتك برضو دينا عنها فكره ايه اللي حصل فيها؟ هو الموضوع حضرتك اول امس مع السكرتير العام اللي هو احمد فيصل كان جاي يفتتح المحافظ اوفيس بناء عن تعليمات الساده المحافظ. فقوبل برفض جماهيري من قوى الشعبيه وتلاف ثوره و6 ابريل ولكن ما حدش اعترض مستويين زي ما ذكر في بعض الصحف ولكن هو كان واجه الاعتراض من تلاف الثوره والشباب ان هم فهموا الناس ان الاجر الاسمي للمحافظه 100 جنيه وان المحافظ خد قرار بدون رجوع للاداره اللي في الارض يعني يسالها الاول وده كان وجه الاعتراض ان ازاي المحافظ ياجر مساحه تعادل 800 متر او 1000 متر بمبلغ 100 جنيه شهر ولكن في حاجه في الحكومه اسمها الاجر الاسمي حكومه في حكومه ودي خدمه للاهل مدينه بلبيس الا ان الناس فهموا الناس العكس. طيب استاذ احمد انا عايز اسالك كده ببساطه كرايك انت كمواطن مصري لو كل واحد فينا معترض على حاجه يعمل اضراب ويقطع طريق وما يشغلش الدنيا والدنيا ما تمشيش الدنيا هتمشي ازاي والبلد تمشي ازاي؟ والله نقدر نقول سعادتك في الموضوع ده بالاخص يعني الاعتصامات الفئويه والناس اللي بتحرض الناس ما زالت موجوده وده الطابع المصري للاسف ان معظم الناس عاميين فبياخدوا كلام الناس اللي بتعمل بيه مجتمعات وبيحرضوهم على شيء اصلا هو في مصلحته. اه بس هم صغيرين عشان كلمه يحرضوهم. والله يعني هو كل واحد عنده عقل. يعني في واحد بيحرض انا بتحرض ليه؟ مع حضرتك ديت بقى الحاجات اللي احنا بنسال عنها هل ليه الناس بتنطوي او بتندرج تحت كلام الناس اللي بيقودوهم للهاويه زي ما احنا بنقول. طيب ايه المطالب بقى اللي هم عايزينها عشان كده عملوا اضراب النهارده؟ والله السواقين ليهم مطلبين يعني مطلبين اساسيين اتكلموا معايا كمسؤول في موضوع المخالفات والموضوع الثاني ما لهمش موقف في محافظه الشرقيه في الزقازيق اللي هو الجهه المقابله ليا بيقفوا قدام الشارع والبلطجيه بيعملوهم معامله قاسيه وطبعا حضرتك يعني جيتي بالبيت او جيتي الزقازيق وشفتي ما فيش موقف اصلا في الزقازيق لسيارات الزقازيق بالبيت. طب هل في مكان في الزقازيق يصلح ان يكون موقف؟ ما فيش مكان يعني الموقف يعني المكان مكتظ فهم بيطالبوا بايه طيب؟ بيطالبوا ان هم يعني يشوفوا لهم مكان لا يرميهم عند الزراعه ولا يرميهم عند الطرق زي ما سبق وحصل قبل كده وحصلت يعني عمليات اغتصاب لبعض المحلات الجامعه في المنطقه بتاعت الطرق دي بسبب نقل الموقف. يعني هم عايزين المطالب بتاعتهم هي انه يكون ليهم مكان مناسب او موقف مناسب في الزقازيق نفسها ويقاوموا على المخالفات المخالفات المروريه طبعا ما هم اللي بيخالفوا طيب يعني استاذ احمد هم مقررين يعتصموا او يعملوا الوقفه دي لغايه امتى؟ والله حضرتك لحد دلوقتي عاملين نتفاوض معاهم الا ان الامور واخده عاطف. نعم عاوزين بنتفاوض معاهم كمسؤولين صغيرين هنا في البلد كمدير مشروع مواقف كاستاذ ابرز المدينه كبعض من القوى الناس اللي معانا بنحاول نقنع الناس الا الامور بقول لك لا يعني نتمنى ان شاء الله ان تصل هذه المفاوضات لانهاء هذا التظاهر او هذه الوقفه ودراسه الامر مع المسؤولين بصوره افضل. استاذ احمد مصطفى المشرف الفني للمواقف ببلبيس بنشكر حضرتك وان شاء الله تحل هذه المشكله سريعا. بس عايزين بس نقف نقول حاجه لو كل واحد ليه طلب يعطل الدنيا مين هيمشي البلد؟ دي رقم واحد. رقم اتنين كل واحد يظن او يفترض في طلبه انه صاحب حق. يعني اللي عايزين موقف داخل المدينة، المدينة مكتظة تماما. يجيبوا من مكان تاني علشان خاطر يعملوا فيه موقف، عشان تكتظ أكتر. وبعدين المخالفات وقعت 90% بيكون أخطاء من السائق نفسه. ممكن التفاوض إن هي تتشال نسبة من المخالفات، ممكن التفاوض يتحط أي أسلوب تاني للمرور، ولكن لما أعطل الدنيا بالشكل ده أنا كل قلقي اللي أنا بس أحب إن أنا أنقله لحضراتكم، الكل بيعمل مقارنة فيما يحدث حاليا من اعتراضات والاخر واعتصامات فيما كان يحدث سابقا. في السابق من سنتين ثلاثة كان ببساطة جدا امن الدولة بيجيب من يقود هذا الاعتصام بيجعلوهم عبرة تنتهي الدنيا كلها وتنتظم الدنيا صاحب كبت او غير كبت. هل ده اللي ممكن نحن هننادي بيه تاني؟ بالتأكيد لا يمكن ننادي دوت.
بس عشان ما نناديش بده لابد ان يكون المواطنين على قدر المسؤوليه، على قدر المسؤوليه، زي ما هم عايزين حقوقهم يعطوا حقوق المجتمع ويعطوا حقوق البلد والشعب. الحرية مرتبطة بال